عسلامة ومرحبا بكم في جنة كويزين. إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي وبصحة وعافية. اليوم كما العادة رجعت لكم بحاجة بنينة برشا، بيتي فور اللوز. نتصور الناس الكل تحبوا اسوختو مع قوى عربي، وإلا كستي هكا العشية مع الطقس برد وشتى تخلى علينا هكا قاعدة العشية، ولا اللي تثبت لما مع العائلة الحاصل بنين برشا وتري بصفة غير طبيعية، يتقرمش من برا ومن داخل. وتوا نجيو للمقادير متاعنا. عندي هوني 100 غرام لوز أبيض مرحي، باش نحطو عليه 50 غرام مسكر محور، وكعبة بطاطا. خليت كعبة بطاطا متوسطة، ماهيش كبيرة وماهيش صغيرة. ديجا البطاطا في تونس أكبر من هوني، حاولوا تاخذوا كعبة متوسطة مش كبيرة برشا. وباش نستعمل هوني النكتة من الروح اللوز، على خاطر اللوز الأبيض كما تعرفوا يبدأ خفيف أخف من اللوز البقشورو. وباش نستعمل عظمة الأبيض متاع العظم، نركضو كما تشوفتو هكيكا بلون ناج. ناخذو اللوز ونزيدو عليه السكر محور ونحاولو ندخلوهم مع البداية. نزيدو البطاطا. بون انا ما استعملتيش الكل، حسيت البطاطا برشا، استعملت كما شفتو هكا نقولو بالتونسي غربة نتاعها. بون باش تقولو نتوما علاش نعمل البطاطا، البطاطا تجيبلك الا البيتي فور تري من داخل، من برا يتقرمش ومن داخل معلق بنين. وتوا كما قاعدين تشوفو زدت عملت نكتة متاع روح اللوز. كان عندكم روح اللوز الحلو حطو الروح اللي عندي انا مر، جوست حطيت نكتة صغيرة باش ما يمرريش كل شيء. وبالنسبه للابيض نتاع العظم كما قاعدين تشوفوا باش يجيكم ناجح، وقت اللي تقلبوا الصحفه ما يتيحش، يعني هذيك 100% ناجح. وكي نبداو نخلطوا فيه كما قاعدين تشوفوا فيا من فوق اللوطه باش ما يتكسرش البلوندوف. كملت حطيت البلوندوف اللي عندي وقعدت نخلط كما وريتكم في الاول. وتوا كما قاعدين تشوفوا العجينه نتاعنا قاعده تترى، باش نجم نخدمها في البوش وتعبت لي بسهوله. على فكره نتصور باش تقولوا علاش توا تعمل في عملت البطاطا مع اللوز. على فكره البطاطا راهي جوست تجيب البيتي فور من داخل اتري ومعلق، وقت اللي تحل الكعبه ولا كي تنزل عليها بفمك تلقاها اتريه من داخل. ناخذوا البوش نتاعنا كما شفتوني قبيل عمرته بالنص الكونتيتي، ونحيخذو الطبق وحطيت عليه بابي كويسون ونبيت نعمر فيه ونخلي اسباس ديما بين الكعبات. لي كونتيتي هذيك عملت لي ما شاء الله طبق. وتو ما بقى كي باش نزينوه من فوق بكعبه لوز ولا بنص كعبه، كل واحد كيفاش نوع يحب يحط. خليت البيتي فور امتى ارتاح لمده حكيت نصف ساعه، ومن بعد حليت الفور على 180 درجه، خليته سخن قبل ودخلت طيبتهم من بين 8 و10 دقائق. وكل فور كيفاش، المهم كي تلقاو البيتي فور احمر من فوق ومن لوطا راهو سي بون تاع. كيفيتي المزيانين حضروا كيما قاعدين تشوفوا فيهم. بون طبعا نخليهم يبردوا ومن بعد نوريكم كيفه محلوله. وهذه كعيبه بيتي فور كيما قاعدين تشوفوا تتقرمش من برا ومن داخل اتريه ومعلكه بنينه مش نورمال. وتوا نجيو لاخر الفيديو متاعنا كيما العاده، لازم نوريكم اللمسات الاخرانيه متاعي ما قاعدين تشوفوا. رفقت البيتي فور متاعي بكويستي خفيف وزدت عليه الورد باش يهدي الاعصاب. كما قاعدين تشوفوا الجو اللي عملته جو خريفي، الطقس بارد عنا، عملت حسيلو هذيك الجو متاع العشويه متاع حسيلو. نتصور قاعدين تشوفوا وتتفرجوا الاجواء كيفاش واضحه في الصوره. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم بسلامه وفي امان الله، وكما العاده نتمنى انكم تشجعوني وتبارتاجيو الفيديو اذا كان عجبتكم الوصفه، وكل لايكات المزينه نتاعكم ولي كومونتير. واللي جرب الوصفه نتاعي ما تنساش تبعثي لي على الانستغرام، ديما نحط لكم اللينك في صندوق الوصف. وتوا نقولكم بسلامه ونبوسكم برشا بوسات.